إذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الخلق، فمن انشغل بالواحد الأحد كفاه عنه كل أحد. قال الله تعالى: أليس الله بكافي عبده؟ سعادة لا تعني أنك لا تبكي أو تحزن، إنما السعادة أن تمتلك الرضا على كل أقدارك وتعيشها حامدا شاكرا مبتسما. قد تعيش بالحزن على أمر ما، وقد تبكي بكاء مضطر وتنام، والله لا ينام عن تدبير أمورك، فاصبر إنه يدبر لك بالغيب أمور، إن علمتها لبكيت فرحا. كما تدين تدان، ليس فقط في الظلم أو المعصية، بل ستدان حين تجبر خاطرا وتزيل هما وتسعد نفسا. سيأتي اليوم الذي يدان لك جميلك، فلا تندم على أخلاقك. لم نجرب الموت، ولكن حتما سيأتينا يوم من الأيام، فكل نفس ذائقة الموت، فوالله أننا عصاة ونخطئ، وخير الخطائين التوابين، بادر بالتوبة قبل فوات الأوان. بعض الناس للأسف لا شاف الفقير يستهين فيه ويتكبر ويستحقره، فوالله أن أكثر أهل الجنة الفقراء. يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فلا تستهن بهم ولا تستحقر. تأكد أن خلف كل تعب سيكون هناك راحة بلا حدود، ووراء كل حزن سيكون هناك فرح كبير. ألم تقرأ إن مع العسر يسرا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمنين، كلها لها خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. ليس العيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذين لا يقدرون طيبتك. فالاحترام هو أجمل هدية يقدمها الإنسان للناس، فليس الفقير من فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. وكن من الشاكرين. من أسرار السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من النعم قبل أن يتذكر ما لديه من الهموم، ولا تكن من أصحاب الكنود الذين يعدون المصائب وينسى نعم الله عليه. لو كانت الدنيا سهلة ميسرة لما كان الصبر أحد أبواب الجنة. قيل لأحد الصالحين: ما هو الصبر الجميل؟ قال: أن تبتلي وقلبك يقول الحمد لله، فاصبر وما صبرك إلا على الله. هذا هو العداد، هو سيئاتك. كل ما نشرت صور النساء أو نشرت المقاطع المحرمة أو نشرت الأغاني في الانستغرام أو فيسبوك أو تويتر وحتى الواتساب، فكل من يشاهد حسابك يزود ويزود حتى تحاسب.